السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوزين في دواء. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم فقاس بلدي. نبداو على بركه الله. بزاف عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده، جوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال الجنجال محمر، ساشي ديال الزهر، عندي جوج خمارات حمر، 3 معالق د النافع، 5 البيضات، كاس ديال اللوز اللي مرطب من قبل في مزهر خليته يشرب عاد السوايع، كيلو ديال الفورس، وقبصة ديال الملح راني دايرها في القصرية. نبداو على بركة الله. أول حاجة كنديرو البيض، عندي 5 البيضات، نزيد زلافة ديال سنيدة، وراني دايرة هنا شوية د الملحة. نخلطو هاد المكونات مع بعضياتهم. ممكن تخلطوهم في مولينكس، ممكن ديرهم غير هكا. نبقاو هكا حتى تذوب ديك السنيدة كاملة ما تبقاش تبان. عاد نزيد زلافة ديال الزيت، راني عابرة هنا جوج كيسان د العنبة، يعني نيت زلافة، عطاتني زلافة. نزيد كاس ديال الجنجلان، وعندي محمر. نضيف دابا 3 معالق ديال النافع، نزيد ساشي ديال الزهر كيعطي واحد النكهة زوينة، نزيد اللوز ريحته انا صحيح مرقد عندي في مزهر، بعد ما تخلط لي هادشي مزيان غنزيد الدقيق شويه بشويه، كيلو ديال الفورس، نقدر نكملو نقدر ما نكملوش، نشوف واش غيشرب ليا ولا لا. نزيد عليه جوج خمارات حمر، بسم الله. العجينه ديالو ما تكونش قاصحه باش ما يتفلحش في الفران، ما يتشققش، هذا سر من الاسرار. نبقى نزيد شويه شويه، كنديروش دقه واحده، انا ضفتو كامل. غنبقى هكا تنجمعو، ونديرو حريبلات،
ونسخنو في الطاوه ديالي وندخل الفران، يكون بارد ما يكون سخون باش ما يتشققش من الفوق. والفقاس ديالي من بعد ما خرجته من الفران بابو شد راسو، دابا غادي ندير له واحد الميكه باش نزمتو، عاد من بعد نزيد فوق منها سربيته ونبيته حتى لغدا ان شاء الله عاد نقطعو. هو كل ما بات كيجي احسن، ولا كنتو مزروبين بيه على الاقل 6 سوايع. دابا غادي نزمتو بواحد الميكه بحال هكا وندير له سربيته راني مفزكه من عندي، صافي بات ان شاء الله هكا حتى لغدا ان شاء الله ونقطعو. هذا هو الفقس ديالي بعد ما بات ديله كامله، ها هو شفتو كيما كيفاش كيجي محمر، هو هذاك كله هكا. دابا ان شاء الله نبدا نقطعو، هو كل ما بات ولا ارتاح كيجي زوين. بسم الله قطعوه بموس ماضي. قطعوا كيما بغاو المرقيق نستمر هكا نستوى في الطاوة تنكمل الكمية اللي عندي. نفس الشيء نفس الشيء غادي نكمل هاد الباكيت ديال الفقاس كامل حتى نساليه ونسطو في الطاوله. هذا هو الفقاس ديالي بعد ما قطعته، تنسالي الطاوات كامله اللي عندي. دابا غادي ندخلو الفران على عافيه مهيله، يكون العافيه عليه من الفوق، ودخلتو في الفران بارد. انا غنوريكم كيفاش دايره العافيه ديال الفران. كما كتشوفوا الفقاس ها هو انا دخلته دابا الفران على عافيه مهيله كالشمعه، ومن الفوق منه واللي تحمرات كنقلبوها ثاني على الوجه الاخر حتى كنستمروا بنفس الطريقه. هذا هو الفقاس ديالي من بعد ما طاب، كما كتشوفوا معايا هو تيجي زوين ومقرمش وبنين. نتمنوا تجربوه وما تنساونيش ملي لايك وتابوناو عندي فلاشين. مرحبا بكم، شكرا.